وليد عبد الله اخر مباراه مميزه قدمها متى؟ لما فاز عليك التعاون خمسه في الدوري إيه؟ وقبلها في كاس كان افضل كان هل هذا معناته إيه كان افضل سيء؟ لا وكانوا أيوة. من اسوء العناصر إيه كان افضل واسوء العناصر لا لما تتكلم عن الموسم كامل لو موسم كامل الهلال نافس الى اخر رمق عرفت؟ هذه نقطة، النقطة الثانية إيه طيب ما بعد الخمسة ما بعد اللي من التعاون خليني أكمل لك هل معناته أنه خلاص ما بعد 2019 الهلال وين ذهب؟ ذهب لحق دوري أبطال آسيا عوض لا نقطة مهمة لا هذه جدا مهمة أنت وليد عبد الله كم لك في النصر الآن فترة طويلة الموسم الجاي والموسم الجاي الموسم اللي بعده الموسم اللي بعده الموسم اللي بعده لكن لما تكون في الهلال فأنت تعوض في الموسم اللي بعده في 2019 الهلال لم يحقق شيء لعب على النهائي العرب نافس إلى آخر رمق نعم انتقد محمد بن فيصل ما انتقد محمد بن فيصل انتقد محمد بن فيصل من الجمهور والإعلام لما حد يجامل ولكن هنا لما انت تضع انه كانه ما في اي مشكله في النصر فقط الحظ مشكله الحظ طب الهلال قاعد يهزمك بالاربعه والاتحاد يا تكون منطقي يا تقول مناسب قول مناسب انا ما اقدر ما ابغى اصرح ايش المنطقيه المنطقيه انه فريق لا ما يقدر هو يتحدث انا معك انه هو ما يقدر يتحدث وش المنطقية إيه؟ اللي في وجهة المنطقية أن النصر الموسم هذا لم يقدم مهر البطولة أخطاء بالجملة إيش مهر البطولة؟ أول شيء أنا أعطيك قصص كثيرة في الموسم هذا منها إنسل مشارك على بالعربي كذا شارك ربما خلينا نقول نكاية في الاتحاد اللاعب مصاب وانت قبلها في الميكروفون الداخلي العميد إنسلمه العميد انسلمه طبعا انت دائما خارج الملعب الحظ هذا جزء من الموضوع انك خارج الملعب اذا كان اللاعب النصراوي يفكر بهذا المنطق فانا اقول النصر عليه السلام والله مطول لا دوري ابطال اسيا انا كنت اتمنى النصر قريب ياخذه اتمنى انه ياخذه لكن مطول اذا كان بيحملون نفس الفكر هذا تفكر بخارج الملعب تفكر في الاخرين العميد انسلمه وقصص مر فيها النصر كثيره وكذلك اضافه الى ذلك نشوف اليوم وليد عبد الله بعد موسم مفترض يقول انا اسف لجمهور النصر على المستوى اللي قدمته في ارضيه الملعب انا لم اقدم شيء في ارضيه الملعب نصف نهائي دوري ابطال اسيا نتذكر بس كوره ناصر الدوسري في الوقت اللي كان النصراويين يحتاجون وليد عبد الله يكون في حضوره الذهني كوره من فوق وليد عبد الله تصفق في العارضه وتطلع في نصف نهائي دوري ابطال اسيا ما اتذكر مباراه في هذا الموسم وليد عبد الله لذلك شوف نعم معلش كل النصراويين لا سامي نقطه مهمه اعذرني في فرق لا 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 في فرق بس لا 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 في فرق بين لاعب معلش ما يقدم مستوى في موسم وبين خمس مواسم بجي عليك هنا الحين لما تجي تحاسب لاعب على كوره جت من فوقه في العارضه في وقت تركيز طب انا اقدر اتصيد لك على الحارس الفلاني اكثر من كوره وتصيد على المدافع الفلاني اكثر من كوره وتصيد على المهاجم اكثر من كوره هذا تصيد طيب اوكي مو تصيد عطني اجمل مباراه لويد عبد الله الموسم كثير ايش كثير ترى الوحدة الاماراتي كان النصر متقدم بخمسه لا شوف مقدم مستوى رفيع الوحيد اللي استقبل هدف وليد عبد الله هدف ما يتسجل انا ما ابغى اكون ادافع عن وليد عبد الله يا اخي انا احترمه واقدره انا ارسلها سامي اسمعني وانا اخوك انا ما ابغى ادافع عن وليد عبد الله لكن يا اخي لازم نكون منصفين للرجل ايش الرجل الموسم نكون واضحين الموسم هذا قدم مستويات صح انها يمكن اقل من اللي يتمناه جمهور النصر لكن في نفس الوقت لم يكن الحارس السيء انقذ النصر في اكثر من موقف وفي اكثر من مباراه واذا النصر على فكره اسمع انا ما جابك كابتن وليد انا احترمك واقدرك جدا وصديقك ما صدقك انا قلت لك الصراحه واذا تعثر النصر في امور مختلفه تماما مو الحظ شكرا في امور كثيره انت تبغاه يطلع يقول رئيسي ولا مدربي ولا زملائي ولا خلاص خلوكم الحظ هو السبب النصراويين واستمروا على هذا الفكر انه الحظ هو السبب وان شاء الله تجيبون دوري ابطال اسيا في يوم من الايام بالله وش